صباح الخير مشاهدينا. أما تعرفوا شو بقول برجكم لنهاية هالأسبوع، رح خبركم عن علاقة برج السرطان ببرج الميزان. العلاقة بين برج السرطان والميزان فيها تكون كتير حلوة بحال قدروا يتفاهموا ويتقبلوا نقاط الاختلاف بيناتهم. بينعجب برج السرطان بشخصية الميزان، بتفكيره وبذوقه، أما الميزان فبيلفتوا حنان السرطان وأحساسه المرهف. بطبيعته برج السرطان منغلق على حاله وبحب الهدوء، الأمر يلي بيتناقض مع شخصية الميزان يلي بيعطي اهتمام كتير كبير لحياته الاجتماعية ولأوقات التسلية والمرح والسهر. بيجمع هالبرجين حبهم للاستقرار ورغبتهم بتكوين عائلة. مصير علاقتهم مرتبط بقدرتهم على التحكم بمزاجيتهم وبقدرة السرطان على التحكم بغيرته على الميزان وبشكه فيه. تروني بكرة أخبركم عن علاقة برج السرطان ببرج العقرب، وهلأ بلش مع الأبراج 12 مع برج الحمل. نهار مناسب تترجع تبلش من الصفر بحال ندمان على تصرفات عملتها أو بحال عطيت انطباع خاطئ عنك لبعض الأشخاص. اليوم الكل بيتعاطف معك وبيتفهمك، فاستفيد كتير منيح من هالنهار تتخلي العالم توثق فيك وتزيد شعبيتك. برج الثور كل الأمور ماشية بسرعة، منك قادر تسيطر على الأحداث اللي عم بتصير معك، فتأقلم مع هالوضع وتقبله. بتخطط لسفر قريب وعندك إمكانية تتعرف على شخص جديد تجمعك فيه صداقة قوية. برج الجوزاء وضعك المادي اليوم بيتغير جذرياً إيجابياً أم سلبياً، وعندك فرصة تحصل على مبلغ مادي ما كنت متوقعه أو بيجد عليك مصروف منك حسب له حساب. عاطفياً ما توقف على تفاصيل صغيرة بعلاقتك مع الشريك وتوتر الأجواء من وراها. منكفي أبراجنا مع برج السرطان، ما تتذمر من الروتين اللي عايش فيه واستنظر تغييرات إيجابية بالأيام المقبلة، شرط أنك تتمتع بإرادة قوية وتقوم بالجهد الشخصي اللازم. اجتماعياً جرب تتقرب أكثر من أصدقائك تتجنب أي سوء تفاهم مستقبلي. برج الأسد ما تكون متسلط بقراراتك تجاه زملائك، خاصة أنه البعض منهم بلش يتذمر من تصرفاتك الغير مبررة. عاطفياً الأمور متوترة مع الشريك، فتجنب أي مواجهة. برج العذراء اليوم مش يومك، رح تحس فجأة بالضغط والأحداث بتتسارع من حولك. من المفضل ما تاخد أي خطوة أو تقوم بأي تغيير على المستويين المهني والعاطفي. برج الميزان أهم شيء اليوم أنك ما تستعجل بأي خطوة أو عمل، خذ بالاعتبار التفاصيل كلها ومنحها الوقت الكافي، ما تكذب بأي أمر ممكن تنتج عنه عواقب كبيرة ما فيك تتخطيها. عاطفياً بتلاحظ تغييرات إيجابية بتصرفات الشريك. برج العقرب حاسس أنه في مشاكل قادمة عليك، ما تعطى الهم وخليها تمر لحالها، ما تتدخل بأمور ما لك علاقة فيها. عاطفياً حاسس أنه خلافاتك مع الشريك ما عم تنحل، ما تيأس وما تخلي هالموضوع يأثر على نفسيتك. برج القوس اليوم نجاحك بيعتمد على نشاطك وسرعتك بالعمل، ما تضيع ثانية وقت واستخدم كل التسهيلات المتوفرة لتحقق نجاح أكبر. عاطفياً شريك دايماً حدك وداعمك وعم بيعطيك طاقة إيجابية. برج الجدي الأمور كلها ماشية مثل ما بدك وعملك عم بيحقق لك النتائج اللي بدك إياها، بس جرب تنظر للأمور بطريقة أعمق. خصص قسم نهارك للاهتمام بطلبات أهلك. منكفي أبراجنا مع برج الدلو، إذا بدك توصل لأهدافك اليوم وتتقدم بعملك بدك تشتغل وتسابر. نجاح ما بيجي بسهولة وبيطلب منك جهد كبير. عاطفياً بعد شوي عن الشريك وهامله بسبب الضغط يلي عم تقطع فيه. برج الحوت اليوم المنافسة كتير كبيرة بمكان عملك، بدك تقبل التحدي وتبرهن عن قوتك وقدراتك وإمكانياتك على تحقيق المطلوب منك. جرب ما تواجه مع زميل إلك فترة صعبة وبتقطع، الأيام الجاية رح تكون أفضل. بالنسبة لمولود اليوم فهو غامض وما حدا بيقدر يعرف بشو عم بفكر أو عم بحس. متملك، بحب الأمور تمشي على طريقته الخاصة إن كان بعمله أو ببيته مع عائلته. بيعطي بلا حدود، صديق وفي وبيضحي كتير كرمال أصدقائه. من مواليد اليوم مصمم الأزياء اللبناني اللي صعب،
ولد إلي صعب عام 1964، ومن عمر 8 سنوات ظهرت موهبته بتصميم الأزياء. عمر 17 سنة بدأ بدراسة تصميم الأزياء بباريس، وعام 1982 افتتح أول مشغل خاص فيه. عام 1997 قدم أول مجموعة خاصة فيه خارج لبنان بإيطاليا، وصمم إلي صعب أزياء لعدة نجمات عالميات منهم أنجلينا جولي وهالي باري. هيدا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعده. MTV Alive مع انتون.